هلا والله فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم احذر المشهور. هالحلقة مع اثنين انا احبهم صراحة ومن اول الموسم، من اول موسم المفروض ان نستضيفهم، بس قلنا نجيبكم الحين في تجربة ثانية اصلا في الاستوديو. يمكن انتم ما تحسون بالفرق، بس في فرق كبير عندنا احنا بالتصوير، في فرق كبير لانه هذا الموسم كثير حلو وضاف عليه صعبه لهذا الموسم احمد، فنحن متحمسين لحتى نلعب هاي اللعبة اخيرا. انت متخيل قد ايه انا عن جد متحمسة، متخيل قد ايه صار لي عم فكر انه انا لما بدي اقعد مين بدي اختار؟ الناس حسبون ان الموضوع سهل وقت اللي يقعدون في البيت، بس هني الموضوع يكون صعب لان انت قاعد تفكر انا ليش اختار هاي الشخص. تماما، شو ممكن احمد يفكر اذا انا اخترت تماما الشخص؟ وهل هذا الشخص متزوج ولا لا، وهل هذا الشخص عنده اخوات، كثير اسئلة. فمشان هيك احنا اخترنا كذا حدا وغيرنا كذا مرة، بس هلا مختارين. حاب اقول ان ضيوف الحلقه هم زياد وساره. هلا والله. قبل ما نبدا الحلقه حاب اقول لاخوي فراس ورند الف 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 مبروك على الزواج، وابيكم في الكومنتات تكتبون لهم بعد وتباركون لهم، واذا ودكم انه يكونوا معنا في حلقه قادمه من احذر المشهور اكتبوا لي بعد في الكومنتس. من جد استمتعت بوقتي في هاي العرس وكل اللي كانوا موجودين، حسيت اجواء رهيبه وصراحه الحب كان طاغي على المشاعر. وحاب اقول لكم ان 80% من اللي تابعون برنامجنا مو مشتركين في القناه، فلو سمحتوا ممكن تشتركون في القناه وتفعلون الجرس حتى عائلتنا تكبر ونوصل الى 2 مليون اخ واخت. خلونا الحين نواصل الحلقه. بلينا نتكلم ويا بعض الحين بدون ما اقول ارحب فيهم يعني، بس الحلو في الموضوع ان انتوا الحين المفروض عندكم الخبره، ان انتوا شفتوا الناس كثار يلعبون اللعبه. تماما. فانا اتوقع منكم ان انتوا حنربح، حتربحون. يس. الحلقه اليوم نعم راح تكون مختلفه. ليش؟ لان في هاي الحلقه عندنا 3 جولات، انا ودي ان ازيد الجائزه. اوكي. كل مره اقول ان الجائزه راح تكون 2000 درهم. أوكي. اذا انتوا فزتوا. اوكي، و1000 درهم حقي اذا انا فزت تروح حق المتابعين. تمام. اللي راح يصير اذا انتوا فزتوا علي راح تصير 3000 درهم لكم. كفو. 2000 درهم لكم اذا انا فزت. اوكي. اوكي. 1500 بال500. اوكي. فاذا فزتوا في 3 جولات تطلعون من البرنامج رابحين 9000 درهم. اوه كل جوله 3000. يس. اوه كفو. يلا. اذا بسم الله انا ربحت 514. اذا انا ربحت في كل جوله يصير عندي 2000. تمام. فأنا يمكن أربح 6000 درهم. هاي 6000 درهم يروحوا للمتابعين، لثلاث متابعين كل واحد منهم، أو أنتم تختارون. نقدر نربح ويانا 6 متابعين في هاي الحالة. أوكي. كل واحد منكم 1000 درهم. كل عليكم تسوونه إنكم تشتركون في القناة، تفعلون الجرس، تكتبون لي تعليق حتى تدخلون معنا وتواصل معاكم على انستغرام. التعليق اللي بدكم تكتبوه انه زياد وساره هن الفايزين عشان تربحوا ال 1000 درهم. هيك ما حيعطيهم يعني. ما راح اعطي. لا بغض النظر ربحنا ولا لا، يعني انتوا هلا باول الحلقه عبوا الكومنتات كلها زياد وساره، زياد وساره وقلب احمر. شوف اذا انتوا فزتوا علي يعني الجمهور ما راح يربح. بعرف بس هن لسه ما بيعرفوا مين ربح. شو يعني المفروض تخسر؟ فبس زياد وساره، زياد وساره. لازم تخسر حتى هن يربحوا. تخسر عشان يربحون؟ انا لعيونكم بخسر. يا سلام. اوكي القوانين بسيطة. أوكي. حتى ما يقولون لي كل الكومنتات يقولون لي ان انا غش، ما حد انتوا تشوفون في الاستوديو ما حد يتواصل معاي. صح. ما حد يتكلم معاي. صح. اللي يصير ان انت توصل لمرحلة وقت تلعب اللعبة راح تتوقع اشخاص ساعات راح تضبط معاك. انا بحس انك حتربح بس لانك صرت حافظ الشخصيات. لا لا مو بالضرورة حبيبي، مو بالضرورة. اوكي. انا ممكن اربح ممكن لا، بس القوانين بسيطة. نشيط رح يربح جولة واحدة والجولتين الي انا وسارة. تفضل. اول جوله احنا راح نختار، خلينا نختار الحين، نبدا مع اول جوله ونختار المشهور. اوكي. مين بتختارون؟ انت اختار قبل. انا راح اختار. احنا تناقشنا قبل. احنا تناقشنا قبل هذا الشخص اللي اخترناه. انا ما اعرف من اختاره. انا شخص طبعا ذكر او انثى يعني. صح. مشهور. المشهور. انا صراحه شخصيه انا قصدي اقول ودي اختار، ما فكرت فيها والله ما فكرت فيها. احنا كثير على فكره فكرنا وكان بصعوبه. صدق الحلو في الموضوع ان في هاي الجوله عندنا احتمال ان اثنيننا نختار نفس الشخص. ممكن. يعني ممكن يعني خلينا نشوف شو اللي راح يصير الحين. قبل ما نبدا الجوله انا قلت لكم تلخبطوهم. لخبطناهم. اوكي. وانا لخبطهم بعد. يس. ف ابلش السؤال من عنا انا وساره بما انه احنا ضيوفك. صح. فاول سؤال من عندي. يس. هل هذا او هل هي الصوره او المشهور متزوج وليس خاطب؟ متزوج
متزوج وليس خاطب؟ لا. معناتها المتزوجين باي. يس. باي أناس. باي أصالة. أوكي. بلا. شاكي؟ إيه يعني. متزوج حالياً. حالياً؟ يس. احنا ما نطلع اي نعتبره متزوج. اوكي انا ما اعرف من اخترته لا بس يعني اي حدا اعلن عن زواج على السوشيال ميديا فهو متزوج صح؟ اعلن عن زواج. يس 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 اكيد متزوج. I think هذا ايه وهذا ايه صح؟ ما بعرف اكيد ما عندي علم على الحاجة. ترى في فرق بين متزوج وخاطب. الخاطب شيء المتزوج يس. احنا قلنا متزوج خلينا هيك هلا اكيد. طيب اوكي اكيد انت متاكدين من اختياراتكم؟ يس اوكي. السؤال هل هذا المشهور يطلع معانا بشكل دائم؟ يطلع معانا شو يعني؟ شو يعني يطلع معانا بشكل دائم؟ يعني فسر سؤال. واضح السؤال زياد. هل انت معه ولا معي؟ بس يعني جابك بالصميم. طيب بس انه شو يعني يطلع معنا؟ يس اوكي. قصدك انه قريب علينا؟ يس. قريب لشلتنا؟ يعني يطلع ويانا، مو مرة واحدة في السنة؟ اوكي يس. اوكي. ما يطلع معنا 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 ما يطلع معنا. في ناس انا شاك فيهم و يس يس. طيب هل سألي لحظه شو سالنا قبل شوي؟ سالناه انه هل متزوج ولا لا. اوكي. هل هذا المشهور بنت؟ لا يعني صبي. نزلي 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 دقيقة نزلي 1 2 3 4 5 6 7 اوكي اوكي. هل هذا المشهور اللي عنده ممكن يكون حدا نزلناه فانت قد ما طلعت I know يعني عرفت؟ بعرف بس أنا شو اللي عنده؟ اللي عنده اللي هو اختاره يمكن نحن نزلناه. لا صح؟ نحن عم نسأل على هذا الأساس عم ننزل. اوكي صح. اوكي لا لا انا انعجبت. انت ركز دنيا رمضان يا جماعة لا تؤاخذونا. شوية نقص بالأكل بالفيتامينات هذا. لحظة خليني ركز. نحن عم ننزل لنعرف. نحن عم ننزل على حكي هو. هذا الشخص تبعنا. هذا تبعنا هذا ما له علاقة. يلا أوكي أول مرة بالعمل. هاي تبعنا. أنا دار راسي وما عرفته ومن اخترته. أوكي. السؤال اللي يطرح نفسه هل الشخص المشهور اللي اخترتوه أنت أحمد عارف؟ لا لا. أوكي. يحب بي اف تشان؟ يحب بي اف تشان؟ لا لا. ما انت هيك يعني نزلت واحد نزل اسامه هو نزل اسامه حاليا يعني كبر سؤالك شوي. ما في غير اسامه بيحب هذا المطعم. اسامه على طول يعني هو كلياتنا بنحبه بس اسامه فطور غدا عشاء يعني نشيط بفيق الساعه 11 الصبح بيلاقي اسامه بعت له هاي برو بي اف تشان بي اف تشان بس بي اف بي اف بي اف هذا توصلنا المسج جماعيه بطلع كلها بلاكو. يس بعدين بنروح بي اف بنلاقي الكل موجود لانه اسامه المشكله انه يدخل بي اف يعاملوه كانه هو بي اف هو مستر تشانغ هو بنفسه مستر تشانغ يدخل المطعم هاي سر هاي سر اسامه هاي سر اسامه حافظينه اخر مره كلهم قاعدين يتكلموا وياه عن الفلوج هاي عن الفيديو اللي نزله تحدي النوم وتخيلي مو فاهمين القصه مو فاهمين شنو اللي صار بس قاعدين يتكلموا وياه شايفين الفيديو. طيب هل هذا المشهور خاطب؟ ليش هيك عملت؟ سؤال لي سؤال لي لا بس يعني ضحكت عليه لا لا هلا بقول لك ليش لا هلا بقول مو خاطب طيب انا هذا اوكي طيب يلا سؤاله اوكي بيان عنا 4 لا 1 2 شكلهم راح يربحون الجوله هذه ما بعرف اوكي. هل هذا الشخص اللي اخترتوه متزوج؟ مش متزوج بس انت عدت السؤال وهذا شيء ممنوع بقواعد لا اللعبة. ما تقدر تعيده في جوله ثانيه اوكي انت بنفس الجوله اوكي ما بنزل على اي بس قالت لك لا
اوكي ما راح هاي لحظه هو شو سؤال؟ سؤال انت سألتني متزوج وخاطب، انت شلت سؤالين؟ بس انا قلت لك متزوج. اوكي فانت هل ممنوع أوكي ما راح استخدم، انا حافظ البرنامج تبعه اكثر منه. اوكي ما راح استخدم هاي السؤال، راح اعيد السؤال بطريقه ثانيه، ولكن انت استفدت من جوابه. اوكي هل هذا الشخص عنده زوجه؟ اوكي لا. اوكي شوف شلون عشان غير الكلمات، اوكي ولكن هي اول غلطه مر لك هاي يا احمد نشيط. متزوج لا وقعت واحد كانه بالغلط ورا لهذا ولا كان نازل هذا؟ لا نازل متزوج. اوكي الله يستر. هل هذا المشهور لابس تي شيرت ابيض؟ لا تي شيرت لا انت شو شلتي؟ معلي ثانيه انا شلت هذا وهذا. ايه بس هدول الاثنين. هدول تي شيرت. اوكي. مو لابس تي شيرت ابيض؟ لا. طيب اوكي. سؤال. هل هاي المشهور كله يقول لك يبي يقول لك شيء؟ لا. اقول لك شيء؟ ما حدا بيقول الا احمد نشيط. اوكي. فضيقة شوي. دقيقة شوي، في عندي سؤال. ايه هل هذا المشهور ايه هذا سؤالي أنا يا عيني عمره تحت ال 30 شيء؟ أعتقد إيه عمره تحت ال 30 يس 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 تحت ال 30 تحت 30 لا بلا شو؟ الجدي بلا مستحيل هذا اكيد تحت 30 هذا مستحيل تحت 30 اوكي خلص. اوكي يعني انا لازم احذر يس لازم تحذر او رح تخسر. اوكي هل المشهور اللي اخترتوه هو غيث؟ غلط. اوكي غلط. اوكي هل المشهور اللي اخترته هو عامر مسكون؟ يس والله كفو والله من اخترته؟ ما حقلك لا لازم تقول ما بدي اقول لك خليها حرقها بقلبك. طب معك اوبشن ثاني يلا. اوكي بس ما حتربح نحن رحنا جوله. ورجيني افتلها لعندي. ساره مين ساره؟ لا انتوا قلتوا قريبين من ورجيني سوري في احد نزل لا اللي بعد هي يس لا هذا مرحوم. انا كنت بسال بقول مرحوم بس تعرف ليش هاي يوم قلتوا انه يطلع ويانا على طول يا بس يس لا انا حاط مرحوم بس توقعت انه غيث. لا انا اكيد يعني تاكد مليون بالمية حبعد عن غيث لانه انت اول واحد رح تشك فيه فاكيد رح بعيد عنه يعني وخسرنا اول جوله الحين. انا جاهزه للجوله الثانيه. اوكي قبل ما نبدا هاي الجوله بطلب منكم مره ثانيه ان تلخبطون لان الجوله الثانيه لازم اوكي تغيرون اماكنهم. في هاي الجوله كل اللي علينا نسويه ان نختار رقم. ساره مستعجله جدا بس بدها الرقم اللي يطلع لكم هو الرقم اللي راح تختاره من واحد. اوكي خلاص اوكي رقم خمسه ما يحتاج اشرح خمسه. اوكي رقم خمسه. اوكي هاي المشهور اللي طلع خلنا نشوف انا صعب. رقم شو؟ رقم 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 انترستنج يعني الله يستر. واو هاي الجوله حق يعني ما راح اسالكم ليش اخترتوا هاي الشخص ما في علاقه ما في هاي الاشياء هو راح يصير بشكل عام يعني انتوا مو متوقعين الشخص. اوكي اول سؤال شنو اول سؤال؟ كثير صعب. هل المشهور اللي اخترته بيغني؟ كثير او عامل غنية ولو وحده؟ لا هاي سؤالين. لا اوكي طب هاي سؤالين حر عيده. هل هو غنى بحياته؟ يس لا يس غنى. ايه شو عم بعمل انا؟ غنى كل حدا غنى عم شيء لا ساره الشيء اللي ما حبيبي حاب أنا...
ساره فازت علي كوفي. في الجوله اللي قبل شوي والحين قاعد تنزل غلط. شنو اللي صاير بالحياه؟ غنى. لا ساره اليوم معناتها كل حدا ما غنى، كل حدا ما غنى بتشيلي. ما غنى. احنا قاعدين نصور هاي الحلقه بعد الفطور، ف هاي تاثير الفطور. ما غنى. غنى. يس. غنى. غنى اكيد. غنى. لا ما بلا بتوقع. يس. لا من زمان. طيب غنى. لا. لا غنى. يس. غنى. لا غنى. بلا غنى. الله يجعل غني بس غنى. تدوب عاشق دبة. غنى. دبدوب عاشق دبة ويدلعها دبدوبة. غنى. غنى. غنى هون. لا. يس. يس. اه غنى كمان. الله يجعلها. لا لا والله كانت حلوه. لا 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 كانت حلوه. تذكرت الفيديو كليب كانت حلوه. الفيديو كليب كان حلو. يس. بس الغنية لا. لا والله والغنية حلوه. اوكي والله انا ما فرق معي، بحكي ضميري والله. الله يستر. بس لا كانت حلوه شكلها غديتي. بس انا هون مالي متاكد. لا هون مالي متاكد اذا غنى. بلا بتوقع غنى بس يعني كثير قديم. اوكي طيب. هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوها عايشين في الوطن العربي؟ يس يس يس. طلعوا كلهم عايشين بالوطن العربي. كلهم عايشين. ما عدا ما عدا هذا و هذا و في احد ثاني. يس. شوف هاي السؤال ذكي لأن ممكن كنت ان احصرهم على ثلاث اشخاص. yes. يعني هل المشهور او المشهوره عايشين خارج دبي؟ خارج دبي يعني البيز تبعهم. yes. برا دبي. يس. yes. برا دبي. برا دبي. واحد ممكن ما بعرف. طيب اثنين اكيد. هل احنا عم نشيل اللي بدبي؟ نحن عم نشيل اللي بدبي. لا خليني اشيل اللي بدبي. ايه صارت نزلهم غصب. إيه؟ عنهم انزل انت ليش مو عايش بدبي؟ بقي عنا هدول بدبي واللي جنبه بدبي. لا حاليا لا. حاليا بس نحن عم نحكي يعني اخر سنتين على الاغلب بدبي. اخر سنتين بدبي. انا هذا اللي عم اقوله. فهمت شو قصدي؟ اخر سنتين بدبي. فهو برا دبي عايش. اوكي بقوا عندكم بس ثلاثة أربعة خمسة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وأصلاً هدول اثنين دبي. يعني أنا ما بعرف. ما عندي علم إذا دبي هي. ما بعرف. خلص خليها يعني. بس دبي. لا دبي. ما بعرف إذا برأيك دبي. خلص أنا شاكة فيها. أوكي بس هي دبي أكيد يعني. يس يس. أوكي هل شكل هالجولة الثانية جاية لعنا ركض يعني هي ركبانة بسكليت وجاية. طب أنت قلت له البيس. البيس مو دبي. حاليا اخر سنتين ثلاثه دبي. الا اذا هو وقتها بيكون في غش. ما عم نحكي قبل اربع سنين وما قبل. لا اخر ثلاث اربع سنين. حاليا يعني حاليا ايه حاليا دبي. حاليا يا حاليا برا دبي. اوكي شو حاليا برا دبي؟ عايش برا دبي. يا. ايه المشهور تبعك عايش اخر سنتين ثلاثه برا دبي. يس يس. مو بدبي. لا اوكي احس يبيني اغلط واقول الاسم. اوكي اوكي سؤال. هل مشهورة او المشهوره اللي اخترتوها؟ شنو السؤال اللي ممكن يخلينا ننزل اكبر عدد ممكن؟ خلينا نروح على هاي. هل المشهوره المشهوره اللي اخترتوها بنت؟ لا وقعت واحد بالغلط. يس. اللي قاعد يسبب مشاكل هذا. اوكي طيب سؤال. يس. هل المشهور او المشهوره ام؟ بسكليت انا رايحين على النجاح. هيك هيك ام. يس. هل هي ام؟ yeah. واحد. ما بعرف هون. لا. لا.
طب اوكي خلص خلي في 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 اثنين عايشين برا دبي مشاهير ويغنون وعندهم عيال. اوكي يعني انا ما اعرف اذا انت نزلته صح او غلط. اوكي احنا بس على انا بس علشان اعلمكم اثنينهم عندهم عيال اللي يغنون. اوكي وبيسهم مو دبي. ثواني شد ايه ده؟ مو نجمة كرم. ما في نجمة كرم. قاعد يقول لها شكلنا نزلنا نجمة كرم. لا كان مو نجمة كرم. ما في نجمة كرم. ايه هي هي نفسهم نفس الحقبة. ايه الفنانين مشهورين من نفس الحقبة يعني الفنانين قديرين هذا قصدي. الأسماء هي ليست يعني زيادة مشاعر يشارك في عرب قط تالنت. يس مع كل احترامي لنجوى كرم والأحلام. أنا أخذت أصلا دوري بالسؤال. أوكي دوره. أوكي هل المشهور أو خلاص مشهور هو المفروض أنه ولد هل المشهور مرتبط علني؟ لا. اوكي. زياد بده يعني جواب بسرعة مترو. اوكي. هل المشهورة من اصدقائنا؟ يس. يلا. كان لازم اسأله اسمها دغري. الربح تماما انا هيك بدي اعمل بس انت سبقتيني. لأنه خلص عادي معنا كان بدها سفرة على أمريكا صح؟ هيك بتحرق أعصابه لأحمد نشيط. أوكي أوكي شو غنية الأم اللي عم تفكر يا أمي لا ولا شيء لا تلبك احنا عم نغني بس يعني والله اشتقنا لميلا. اه والله ميلا صرنا زمان لكي سفرتين اجوا ما شفنا ميلا ولا نوى عن جد ما بيصير هلا هلا بس نطلع منتصل فيهم صرنا زمان ايه والله ما حكيناهم صرنا زمان مين المسكين ليلى برا قاعد ينتظر ان تفوزون اصاله اوكي من قال لك انا صاله يمكن اصاله نصري ممكن اصاله نصري سبحان الله بس اصاله نصري ما لا ما لا ما نجوى كرم ما نجوى كرم يس مفروض ما في نجوى كرم انا حيرتني في بلقيس في بلقيس يلا يس. احمد اسال اسال okay. ما له فايده سؤالك لا انا بحذر لا هو بده يحذر هلا يا بيربح انا غصب عني احذر طيب يلا هو بس عندي 1 2 3 4 5 6 ليكي اذا حظه حلو معه هلا شيء 6 اسماء اذا حظه حلو بيعطي اسم لا على التعيين بيطلع ممكن يطلع صح بس هي نسبة 5% أبيك تشوف لأن كاميرات الهاي ما حد يشوف فيها سو أنا إذا برمي اسم ما حد قاعد يعلمني أي شيء لا أكيد ما حدا حيعلمه أي شيء وأنتوا قاعد تسمعون بس يعني. بحسب خبرتي فيك رح تجيب الاسم غلط أوكي بقول لك شيء لأنه حتجيب الاسم غلط أنت بدك تركز هني بهالأراني هي أحمد اليوم هيك جرين وما جرين الاجواء جميله الاي سي حلو لا حيطلع وايت في الفيديو انا بقول ان الشخص اللي شوف على انعكاس نظارته حاولت كثير ما مشي الحال كثير منزل راسه yeah. انا شاك بهاي الاثنين اوكي معك واحد منهم يس yes. طب ليك فيك تورجينا الاثنين وما رح نعمل ولا اي رياكشن وانت نقي يعني انت فيك تورجينا هون الاثنين اللي شاكك فيهم وبس بعدين بدك تنقي واحد منهم بس نحن انا وساره ما حنعمل ولا اي رياكشن ساره اصحي بس ورجينا الاثنين ولو كانوا اثنين غلط ما حنعمل شيء ورجي للكاميرا اوكي نقي واحد منهم ساره لا تشل ايه اختار نفسي غلط السؤال عنا أصالة مالك أصالة من اللي طلع عندكم ورجيني بس دقيقة دقيقة ورجيني ورجيني هنيك الصورة أصالة ورجيني إياها أصالة أشوف اللي تخترته أبو فلة ضل عندي أبو فلة
بر عندي ام فله. هو كان بده يقول اسمه بس خانوا التعبير. وصلنا للجوله الاخيره. اوكي، اما تختموها وتطلعون من هنا عندكم 9000 درهم او انا افوز واعطي المتابعين يعني 2000 درهم. اوكي، فحتى يفوزون المتابعين لازم افوز. اوكي، بهاي الجوله اذا شفتوا البرنامج هاي الموسم الجوله الثالثه بالحظ. كيف بالحظ؟ قولوا لي رقم. يعني انت عم تحاول هلا يا ترشينا ونطلع لتربح. لا لا لا، نلعب جوله ثالثه. لا لا لا، بنلعب جوله ثالثه. هنلعب جوله ثالثه. لا لا بس حظ. فكرت عم يقول لي خذي المصاري وشي خليني اربح. لازم نروح نتسحر فورا نحن ضروري. ساره اليوم اذا تحتاج تاكل بس عم تربح. عم تربح. ايه هاي اللي موترني موترني. طيب بقول لك شغله قبل ما نكمل اللعبه. من واحد لشو رقم؟ الى 24. انا بعيدا عن يعني ثانية واحدة، أنا جدا متحمس على اللعبة، نسيان إنه في كاميرات، نسيان إنه في كل شيء، بدنا نربح. أنا بدي أختار رقم. اختاري. 13. 13، أوكي. أنا بختار رقم. رقم واحد. أوه. رقم واحد. يس. أوكي. دقيقة 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 دقيقة. أنا ما شفت. أنا ما شفت شيء. نحن ما غيرنا. إيه إيه، ثلاث جولات غيرتوا. اخر وحده هلا ما غيرنا. بس انا ما شفت اللي عندكم. غيرنا شوي. غير الرقم. تبي انا اغير؟ انزين لانه انا شاكك، يا اما خليني بدل. اوكي اوكي اوكي، تعرف شنو؟ بغير. انا غيرت شوي. يا هي بس واحد ما تغير. ما انا هذا اللي خايف منه. انا لاقطه او شيء. ما لقى. اوكي اوكي، انا بدي اغير. بنام قاعد يقول لي ان هاي بعيد، بس بقول لك قول لي رقم بسرعه. غير رقمكم. 17. 17. انا بختار رقم 8. اوكي، انت قلت اي رقم؟ 17. يس. والله كان 13 احلى. انا مالي شايفه. طب اسمع، والله انا خلينا نرجع نعيد لاخر جوله عن جد. ليش؟ لانه ما حبيت. حظ. مو قصة ما حبيت بشيء، ما حبيت لأنه ما في معلومات كافية ووافية. يعني قاعد يلعب في مخي. أنا بجاوب، أنا بجاوب. والله لا، رح نجيب العيد. نجيب العيد. لا قاعد يلعب في مخي. لا والله. أنا بجاوب، أنا بساعدك خلص. والله رح نجيب العيد. أنا عندي شوية معلومات مو كثير. ما هي هي شوي، فنحن ممكن نجاوب أجوبة غلط. هو بالحظ. رح نجاوب، رح نضيعك. زيادة هيك عم تخليه يعرف إنه أنت ما بتعرف الشخص. لا هو قاعد يلعب في مخي الحين. لا أنا شاك بزياد، أنا شاك بزياد. أنا الحين ما قاعد أصدقكم. أنا إذا جاوبتك جواب غلط لا تقول لي أنت غشيت. يا أما خلينا نرجع. لا 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 عيد التقسيمة. لا إحنا نخليها مثل ما هي. نخليها مثل ما هي؟ أوكي. اوكي لانه انتوا اكيد انا مالي علاقه، لانه انتوا ضيوف بعد تسالوني اول سؤال. اوكي تخيلي بعد كل هاد ونربح. اوكي لا راح تربح ودي يعني. هل المشهور بنت؟ ما تقدرون تعيدون نفس السؤال من اي جاله ثانيه. أوكي. طيب اوكي، هل المشهور انثى؟ يس. باي 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 باي. اوكي انا راح اسال سؤال انس الشايب المفضل. هل هذا المشهور يحمل؟ طبعا. يس. اوكي. لا 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 لا. هو قال انثى صح؟ لا لا ايه قال يحمل يعني نفس. لا قبل نحن سالنا انه انثى، قال يس انثى. يس يس. في نزلت احد لا عم تخيلي يطلع نفس الشخص. طيب سؤال. يس. هل هذا ولا تسالي لا دورك. هل هذا المشهور مرتبط بغض النظر زواج او هل سالنا هاي سؤال اليوم؟ لا ما سالنا مرتبط. لا مرتبط يعني في شخص بحياته؟ لا 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 لا. باي باي. تفضل احمد. هل مشهوره تغني اغاني خليجيه؟ بتغني. الله الله خليت لكم احد زياده بس لحظه
هل المشهور؟ لا 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 دقيقة، سؤال كتير ذكي، كتير ذكي، بحس نزلي فيه 4-5 يعني. 16 مرة واحدة. عطني اسم مرة واحدة. شكلها راح نربح لك فلوس حقيقية. هل المشهورة عندها أخت مشهورة؟ يس. كلهم عندهم. كلهم عندهم. يا حبيبة قلبي أنت. أوكي. هل ما بتخيل دكش أنا صح صح سوري أنا 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 بحذر وإذا طلعت غلط بحذر اللي بجنبها. هل المشهورة هي أحلام؟ مرتي جابت فيني العيد اليوم. لا انت اللي جبت العيد. لا والله كنت انا حاسبك قاعد تلعب من جد. ان ان انت كثير حكيت عرف انها حدا ما لا لا ياما تطلع لناس اشخاص ما يعرفوها. معلش نعيد التصوير بس زياد. ضليت تحكي عرف هو انه الشخص انت ما بتعرف عنه اي شيء. لا ونحن بنعرف كل رفقاتنا ف صح احلام حمضان عندك تقول ما حبيتش بس يعني صعبه. أم فهد والله شكرا يا عريفة وستيدي. أم فهد أنا أحبك كمان بس زياد جاب أبي كنتاكي. والله جوعان أنا. يبي يتسحر من جد. طب تعال نعمل تحدي. شنو التحدي؟ إذا نلعب هاي راوند زيادة. أوكي. وأنت بتربح. إيه. بنعطيك من جائزتنا. أوكي. بعطيك حصتي من جائزتنا. أوكي. أي أنا عم بتبرع. أوكي. استفل هو حصته. تبون نجيب الغدارة ونختار عشوائي؟ يس. اوكي اعطونا. يس. اللعبة كثير حلوة قررت اعمل راوند ثاني. اوكي. لحظة الغدارة؟ الغدارة. شو يعني؟ الغدارة. الزبدية. اوكي. اللي بيصير الحين في هاي الجولة إذا فزت عليهم راح أعطيكم جائزة أكثر. يس. فأنا ألعب على شاكم وأنتم تلعبون عشان تستانسون. تمام. اوكي. أنا أحس هذا الرقم لإلك؟ يس. اوكي احمد انا رقمك 5. اوكي وانت رقمك؟ نحن رقمنا هاي كشف 12 1 2 3 4 5 6. اوكي بس. حبيت الغداره ظريفه. يس الحين عدل الحين ما نعرف شنو اللي صار. اوكي هل المشهور ولد؟ ما قلنا ولد. ولد هي اول مره. قلنا صبي وقلنا رجال. ولد هي جديده. ليك شو نريد اياه؟ هل هو ولد؟ هل ما يحمل؟ لا هل ما يحمل ما يلعب؟ ما له ولد. ما هو ولد. معناتها بنت. معناتها بننزل ابو الغيص الله معاه. اخر جوله تقدر تقول لي اماكنهم عادي يعني. خلاص ما راح نلعب. اوكي شو مينها؟ عمور. هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوهم في الصوره هناك شخصين؟ لا لا. طيب هل اسالي دورك؟ انا توترت حيل. انا اللي توترت هاي الجوله قاعد تخليني هل هل الصوره فيها رأسين؟ مش عم يكون سؤال متكرر. لا لا 1 2 3. اوكي هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوهم عايشين في الإمارات؟ لا لا. آه يا راسي زياد استعجل ده سؤال قوي. لا أنت مو في واحد يتحمس في واحد يتحمس. هل المشهورة لحظة انت عايشه في الامارات بس ما اعرف اذا هم يعرفون انك انت عايشه في الامارات او لا. سؤال تعرفون ان بلقيس عايشه في الامارات؟ اوكي خلاص خليه هذا خلي سؤال المره الثانيه. بلقيس. بلقيس يو. خلي السؤال للمره الجايه. اوكي هل
هل الصورة اللي عندك قادرين ندخل بالصور الحين ظاهرين فيها ايدين يعني اليد هي يد وهي يد هل ظاهرين الايدين سوا بالصورة؟ لحظة بالكفوف او يد؟ اليد كلها من هون لهون هل ظاهرين يدين بالصورة ولا يد واحدة؟ لا اثنين ظاهرين بالصورة المفروض ما عم تخليني اشوف يا روحي مفاهد ايد واحدة اوكي ايد واحدة نور هاي. ما في ايدين بلقيس ما في غير ايد واحدة بلقيس اوكي وفي ايد واحدة هي ايد واحدة طبعا هون ضل عنا ايدتين واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي هل المشهور او المشهورة اللي اخترتوهم قريبين منكم؟ لا هلا لا هلا لا 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 قريبين منكم يعني في حياتكم؟ يس لا يا الله هل المشهورة ايدين زياد ايدين؟ ايه ما نزلت لك اربعة يا حبيبي والله اربعة نزلت شكلنا بنروح امريكا يعني شكلنا رايحين امريكا شكلنا رايحين نشوف ميلا هاي شوفها شوفها كسكوتة شوفها المشهورة لا 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 ما راح احكي اسم؟ لا لا كان هلا بيقول ميلا هلا هو يعطاكي هنت فانت اذا بدك تسألي ما ضل لك وقت لحتى انك تختاري مين شو بدك هلا؟ اعطي اسم نقي واحد ما عمل لك هل المشهورة لا لا شو هالمشهورة؟ اوكي اسمها. اوكي هيك تمام افتكرتك تسألي سؤال هل المشهورة هي نارين؟ لا يا الله اوكي هل المشهوره هي اصاله خسرنا اصاله رجعنا الحب اصاله عقب هاي اصاله خسرت لي واصاله فوزت لي واو عن جد طيب في عندك شو اللي بقى عندي اصاله ويا انس ميسان ايدي طالعين انا سالتك انا غششتكم أنا غششتك بتعرفوا كيف؟ قلت لك كفوفها طالعين أو لا؟ بيسام بيسام خسرنا والله خسرنا يا أحمد ولكن يعني تعادلنا تعادلنا كان صراحة تلعبوا كمان؟ خلاص إذا وصلت هاي الحلقة إلى 100,000 لايك إحنا شوفوا في حلقة وصلت 100,000 لايك في هاي الموسم أوكي فبنسوي الشرط اللي فيها أوكي هني الشرط المرة الجاية بتلعبون انت واثنينكم وانا بكون حكم بينكم اوكي اذا وصلت 100,000 لايك اذا وصلت 100,000 لايك اوكي شباب خلينا نوصل 100,000 لايك لانه انا لعب ساره ما حبيته بدي اياها تكون ضدي انا معي بفريقي ما حبيت اللعبه لعب ساره ما حبيته انت عم تسال اسئله ما لها اي فايده يا حبيبي انت سالتي سؤال نزل وحده انت عم تساعدي انت بفريقه لاحمد كنتي ضدي حبيبتي انا شكرا ساره الجولتين اللي مرقوا قبل لا حبيبه قلبي كثير بحب لعبه بس وصلوا الفيديو لل 100,000 وصلوا الفيديو ل 100,000 لايك انا اربح على زياد يس لحتى هي تربح علي شكرا على المشاهده اتمنى ان عجبتكم الحلقه هاي الحلقه كانت مختلفه لان لعبنا اكثر من جوله اذا حبيتوها مثل ما قلت لكم حطوا لنا تعليق حتى انتم تربحون معنا راح نختار اكثر من فايز والفايزين معنا في الحلقه اللي طافت راح يطلعون بعد شوي اكتبوا زياد وساره وقلب كل التمارين اللي حربحكم صح شكرا كثير احمد عن جد كثير استمتعنا باللعبه والله حلوه شكرا على قدومكم شكرا لانه ضليتوا وياي اعرف انه وقت السحور الحين بس استمتعت وياكم حبيب قلبي بسطنا فيك اشوفكم ان شاء الله باي